أهلا بكم من جديد في الجزء الرابع. في هذا الجزء سنقوم بإعداد قائمة بسيطة لبداية اللعبة وإنشاء أزرار ستارت وكانسل والاتصال مع سيرفر فوتون، وسنقوم بكتابة الكودات المناسبة والعديد من الإعدادات الهامة لبداية اللعبة بشكل صحيح. تابعوا الفيديو والخطوات بعد إشارة البداية. الخطوة الأولى سنقوم بإعداد أب فيرجن، وذلك من خلال الذهاب إلى فوتون سيرفر سيتنج. سنقوم بكتابة فوتون سيرفر سيتنج في مربع البحث. سنقوم بالضغط عليه وسنقوم بفتح خانة سيرفر كلاود سيتنج، وهنا في خانة الأب فيرجن سنقوم بكتابة 0.1 وسنقوم بتحديد هذا المربع Username Server. وبهذه الخطوة نكون قد أضفنا الأب فيرجن إلى فوتون سيرفر سيت. الخطوة التالية سنقوم بإضافة Empty Game Object وسنقوم بتسميته Loopy Controller. وسنقوم بإضافة السكريبت الذي قمنا بإنشائه مسبقا على هذا الجيم أوبجكت، وسنقوم بفتح السكريبت في فيجوال ستيك، وسنقوم بإضافة جيم أوبجكت بابليك جيم أوبجكت، سنقوم بتسميته ستارت بوتون، وسنقوم بإضافة game object آخر public game object، وسنقوم بتسميته cancel button. والآن سنقوم بإضافة callback function من نوع override لنتأكد من أنه تم الاتصال بسيرفر فوتون أم لا. سنقوم باستخدام function public override void، وسيكون اسم هذا الفانكشن unconnected to master. كما ترون الآن بأنه ظهر خطأ لأن السكريبت عادي ولا يدعم callback function. ولإصلاح هذا الخطأ سنقوم بتغيير السكريبت من مونو بيهيفيور إلى مونو بيهيفيور BUN callbacks. كما ترون الآن بأنه قد تم إزالة الخطأ وأصبح هذا السكريبت يدعم الـ callback function. والآن بعد التأكد من أنه قد تم الاتصال بالسيرفر سنقوم بكتابة debug للتأكد من الخطوات في الكونسول، وسنقوم بإضافة debug.log player has connected to server. وبعدها سنقوم بجعل الـ game object الذي قمنا بتسميته start button set active، سنقوم بجعله true، وسنقوم بإضافة function onClickStart خاصة بستارت بوتون، أي عند الضغط على start button سيحصل التالي. سنقوم هنا بإضافة public void، سنقوم بتسميتها on click start، وسنقوم بكتابة التالي button network dot join random room. سنقوم بإطلاقها قوسين وفاصلة منقوط. وبشرح هذه الفانكشن بشكل سريع، أنه عند الضغط على زر ستارت سيقوم اللاعب بالدخول
إلى الرومات المنشأة مسبقا. لاحقا سنقوم بإنشاء الرومات، سنتعلم كيفية إنشاء روم أو الدخول إلى روم، ولكن مبدئيا هذا شرح مبسط لما قمنا به الآن. والآن سنعود إلى يونيتي لاختبار الخطوات التي قمنا بإنشائها. سنقوم أولا بإنشاء UI button، سنقوم بتسميته Start button، وسنقوم بعمل دوبليكيت لهذا الزر Ctrl D. سنقوم بتسميته Cancel button. طبعا هذه الأزرار بشكل سريع فقط لعمل اختبار. سنذهب إلى Lobby Controller، سنضع Start في هذا المربع، Cancel button فيها. سنذهب إلى Start button وسنقوم بإضافة إجراء لهذا الزر. سنضع Lobby Controller ومن ثم سنختار من Lobby Script ونكليك Start، وسنقوم بإخفاء زر Start button وبإخفاء زر Cancel. والآن لنقوم بعمل اختبار، سنقوم بضغط Play وسنراقب الكونسول. كما ترون الآن في الكونسول Layer has connected to server وظهر زر Start كما فعلنا في السكر، أنه عند Unconnected to master Layer has connected to server and start button set active true. هذا شرح لما قمنا به في هذا الفانكشن. إلى هنا وننهي هذا الجزء ونتابع الخطوات في الأجزاء القادمة. شكرا لكم على المشاهدة، نلتقي مجددا في الجزء القادم، وبالتوفيق لجميع المتابعين.